طيب تعالوا بقى نعمل طبيخ، نطبخ بقى حاجه كده ما بنطبخهاش، او حاجه هي موجوده عندنا في مصر كتير جدا 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 ولكن مش بنستعملها، او في البلاد العربيه كلها موجوده، وهو الحمص. الحمص ده حمص الطبيخ، مش حمص الشام، عارفينه ده يعني، هو بس دوت المفتوحه، حمص اللي هو ايه متشال منه قشرته، مفتوحه نصين زي الفول المدشوش كده، انا يا دوك نقعته شويه صغيرين وخلاص هنطبخه، هنعمل طبيخ حمص حلو جدا ولذيذ وجديد، احنا ما بنطبخوش عندنا يعني ايه، كنا دايما نحطه مع الكوسه، نحطه مع السبانخ كده، انما هو لا ليه شخصيه ويطبخ لوحده عادي جدا. باخد معلقه سمنه، عارفين الطبيخ العادي خالص، بطبخ طبيخ عادي خالص، بصل وتوم، فين البصل يا واد اللي كان هنا، بصل وتوم وعصير طماطم بهارات والحمص والفلفل ده، انا باخد بس كده واحد وواحد اطعم بيه الطبخه دي بس فقط لا غير. تمام، استنى بس البصلايه تجيلي واروح اقطع الايه، لا تعالى اطلع لي بره كده. طب ماشي، حلو قوي، حلو الكلام، شاكرين مهللين. بصلايه محترمه كده، ادعي قوي السمنه قوي يعني، خلي السمنه سخنه جدا وبعدين طش عليها البصلايه دي، بتفرق قوي في الطعم وكمان في حمران البصلايه بسرعه. شويه فلفل اسود، شويه ملح، وكاني بسبك لطبيخ عادي خالص، والثوم تعالوا بقى هنا ايه، قرن فلفل كده بسرعه، مع رومي اشم ريحتهم، هنزل عصير الطماطم، ماشي هنزل بقى الطبيخ خلاص، يعتبر طفيت عليه على نار هاديه، قطعه نار هاديه خالص، خلصته خلاص يعني، لان هي كده كده الحمص منقوع مش هياخد وقت معايا، انا مش عايزاه اهريه، انا عايزاها الحبايه زي ما هي كده بس مستويه. طيب تعالوا بقى دلوقتي كنوع مختلف من الطبيخ يعني، ممكن تعمليه تجربي حتى اللي لسه اول مره هتجربيه مثلا معانا، ان هي وصفه مش مصريه ولكن كتير بيعملوها يعني، كتير معروفه بره قوي قوي يعني بلاد عربيه، فجربي ان شاء الله تجربي حبه صغيرين قد كده.